للي يريد يخسر وزن كل يوم روب وكمون وليمون، يساعد على حرق الدهون 3 أضعاف، ويساعد على إفراز كمية الكورتيزون نسبة أقل. يعني الكمون نعرفه كله غني بالحديد، ويساعد على نقل الأكسجين بالدم. الزبادي كلكم تعرفون غني بالكالسيوم ويحمي من هشاشة العظام، وأنصحكم أنكم تتعشون به بدال العشاء، تخلطوه كل الزين، بالإضافة إلى أنه هو طبعا طعمه كلش طيب. وألف عافية، ويلا ننزل وزن.